اهلا بيكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم احلى كلام. النهارده هبدا حلقتي برحله الموت. كل يوم بنشوف رحله موت، بقت شيء طبيعي ان انت تشوف على السوشيال ميديا كل يوم حادثه، فلان قتل فلان، طب فلان تسبب في موت فلان. النهارده هبدا حلقتي معاكم بحادث القطر. كلنا شفنا صور المجني عليه، ده مجني عليه، انا شايفاه اتقتل ما ماتش. شاب في عز شبابه، ايه 23 سنه، نزل ركب القطر من اسكندريه للاقصر ومش معاه فلوس، والتذكره تمنها 70 جنيه. الكمسري الرجل الفاضل وهو بيمر عشان يشوف شغله بيحصل الفلوس، قال له معيش السبعين جنيه. قال له يعني ايه معكش 70 جنيه؟ يبقى هتنزل. قال له انزل فين؟ قال له هتفتح الباب وهتنط. الشاب اتحايل عليه ان هو ينزله في المحطه اللي جايه. قال له لا مش هيحصل، انت هتفتح الباب وهتنط انت وزميلك اللي معاك. الشاب فضل يتحايل عليه كتير والناس قاعده بتتفرج. مفيش حد كان عنده رجوله ولا شهامه ولا مروءه وقال له طب نلم له السبعين جنيه، طب انا ادفع له، طب استنى عليه للمحطه الجايه. لا، كانوا قاعدين بيتفرجوا، ما بلغوش النجده وقالوا الكمسري عايز يجبر شاب ان هو يفتح باب القطر وهو ماشي وينط، مع ان المفروض راجل زي ده بقاله سنين شغال في السكه الحديد، عارف معنى ايه ان قطر ماشي على قضبان بسرعه معينه ممكن ياخد واحد تحت القطر ويفرمه ما فرقش معاه. قال له هتفتح الباب وتنط. انهي قانون في السكه الحديد بيسمح لك ان انت اصلا تفتح باب القطر وهو ماشي؟ مش هقول لك بقى معاه فلوس ولا معهوش، ده انت لو معاك يعني هقول لك ايه، لو معاك قاتل حرامي وبيتهجم على القطر ممنوع تفتح باب القطر وهو ماشي. مش تقول لشاب عنده 23 سنة ارمي نفسك يلا. طب انت فرد تستاهل المحاكمة، ليه شخص زيك يجيب اللعنة لدولة؟ باخد بالك ان دلوقتي اللي عايز يهد البلد هقولك بصوا بقى بيعملوا ايه، مع انك انت شخص ده معناه، ولو هيدل على ايه؟ ان عيب مش عيب حكومة، يعني في ساعات فساد بيحصل في الارض سببه مش حكومه خالص، ممكن يكون سببه شخص، وهنيجي في الاخر نقول ايه معلش اصله مريض نفسيا، معلش اصله تحت السن، معلش اصله هو قتل خطا وممكن ياخد 6 شهور ويطلع عادي. ودم الناس بقى بيروح هدر، مين المذنب ومين المسؤول ما بقيناش عارفين نحاسب مين ولا مين. وانا شايفه اللي بيقوم كل ده القانون. القانون هو الحاجة الوحيدة اللي تعرف تجيب حق الشاب اللي توفى وزميله اللي نط معاه أصاب، والله أعلم يا هيعيش معاها مستديمة يا هيموت هو كمان ويحصل زميله. واحد من الاثنين توفى والتاني أصيب، ربنا يا رب ينجيه ويعرف يكمل حياته. وإحنا كده اتكلمنا على الكمسري اللي تسبب في قتل شاب. أنا مش هقولك ربنا ينتقم منك ولا حسبي الله ونعم الوكيل، أنت بتتلعن من دولة بحالها، شوف كام شخص وكام واحدة وكام واحد بيدعوا عليك. أنا هقولك أو هدعيها من قلبي، يا رب قبل ما تموت أو تتوفى أو تتعدم تعيش لحظات الرعب اللي الشاب عاشها وهو بيفتح الباب وبيقول لك أرجوك سيبني للمحطة الجاية وأنت تقول له لأ نط. اللحظات اللي قبل ما الشاب ينط من القطر أصعب من وفاته، هو شايف الرعب ومش بإيده حاجة. وما دام شاب طلع وعشان يسافر من اسكندرية للأقصر ونط ودفع ثمن تذكرته حياته، يبقى بالفعل ما كانش معاه فلوس، مش متسول يعني ولا بلطجي، سمع الكلام وفتح الباب
بإهانة منك وبذل وبكسرة ورمى نفسه، والنتيجة راسه اتفصلت عن جسمه. بسبب إيه؟ مش بسبب 70 جنيه على فكرة، بسبب شخص مريض زيك. أنت إنسان مريض، ولو القانون حكمك إن أنت قتل خطأ يبقى العيب مش عليك، العيب في تنفيذ القانون، لأن ده مش قتل خطأ، أنت ما زقتوش غصب عنك، أنت قلت له افتح الباب ونط. والعيب برضو مش عليك لوحدك، على الناس كلها اللي كانت قاعدة بتتفرج. ده لو كل شخص طلع جنيه واحد كانوا أنقذوا حياته. تعالوا بينا دلوقتي نبتدي حلقتنا بفقرة قانونية أنا وعدتكم بيها، وكل يوم بيتأكد لي إن أنا كنت صح، إن أنا أعمل فقرة مش طبية ولا تعليمية ثابتة في برنامجي، فقرة قانونية، القانون الوحيد اللي هيحمينا من المهازل اللي احنا بنشوفها. تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع تاني، استنونا.